مرحبا. اليوم بدنا نرفع لربنا العنف، العنف بكل أنواعه، العنف اللي صار موجود في بيوتنا، والسبب لأنه موجود هو غياب كلمة الله. العيلة اللي ما بتصلي ولادها بيكونوا بعاد عن ربنا، العيلة اللي ما بتقرأ كلمة الله الكتاب المقدس في البيت أولادها بيكونوا إبعاد عن ربنا. لما بيكون المحل فاضي بيجي الشيطان بيسكن فيه، بيجي الشر بيسكن فيه، وهيك بنوصل لدرجات كبيرة من الخطية، بنوصل للعنف. داود النبي قال: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. لما كلمة الله بتكون مزروعة فينا بيكونش في عنا عنف، بيكونش في عنا إساءة، بيكونش في عنا أي نوع من أنواع العنف الأسري، العنف مع الآخرين، العنف مع الأصدقاء، في الجامعات، وين مكان. عشان هيك نقول لربنا: يا رب، كلمتك اللي راح تولد هالشهر خليها تولد فينا من جوا، خلي كلامك مخبى جوا قلوبنا علشان تكون المغفرة والمسامحة دائما بحياتنا. خلينا نرفع لربنا العنف ونقول له: إليك نرفع يا رب، فأعن واستجب.